شكرا سي طلال، وشكرا للقناة ست تي في لها الالتفات على محسن متولي قائد فريق الرجاء البيضاوي. فهو حس يوم الأمس الخميس بآلام ماشي حادة بزاف في البطن ديالو، خلال التتبع يعني اليومي لجميع اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، فكيتصلوا بنا ملي كيكونوا بعض المشاكل هادو، يعني دوردر ميديكال يعني طبية، فاتصل بنا. ف هذا الألم ديال البطن يعني شوية كنعتبره ديما هو صعيب، من الأحسن يتخذ الفحوصات الطبية. فكلمنا واستدعينا باش يجي للمصحة، جا المصحة في ظروف حسنة يعني ماشي قلقة ولا شي حاجة. فخلال الفحص اللي جراو ليه الأخصائيين في البطن في الجراحة الباطنية، وكذلك لي راديولوج يعني، وكذلك يعني أطباء التخدير، وبعد الفحوصات الطبية الدقيقة وبعد الفحوصات كذلك الدموية اللي جيناها السي محسن، وكذلك السكانير والليكوغرافي ولي راديو اتضح الأطباء جميعا بأنه عنده واحد الإصابة طفيفة بداتو سي البداية ديال التهاب ديال المسرنة الزائدة يعني لابانديس، سيت اون ابانديسيت ديبيتونت. ف جا في وقت متأخر يعني ما كانش يمكن دار العملية اليوم البارحة، ف يعني تخضع للعلاجات الطبية كل كلاصاج باش تنقص ديك الانفلاماسيون، ثم المضادات الحيويه لي زونتيبيوتيك لي زونتالجيك باش يمشيو من الالم، باش يصبح في حاله جيده، باش البطن ديالو يكون في حاله جيده وجاهز للجراحه العمليه الجراحيه. فاجرى له عمليه جراحيه هذا الصباح الجمعه 10 ابريل على الساعه 8 صباحا. فالعمليه ما استغرقاش واحد الوقت كبير. فالدكتور بليزيد هو يعني اخصائي الجراحة الباطنية بلوندوسكوبي يعني بالمنظار، هو اللي جرى العملية الجراحية. العملية تشترط بالمنظار يعني عملية صغيرة بزاف وطفيفة. فهو حاليا كيتمتع بصحة جيدة وما كيشكيش من الآلام. خلال الساعة السادسة عطاوه يعني باش يبدأ الأكل ديالو، ولكن بالتدريج وشي حاجة خفيفة، وغدا إن شاء الله غادي يستأنف يعني حياته عادية. وخلال 10 أيام يعني على الأكثر فغادي يستأنف الحياة ديالو اليومية العادية، وكذلك حتى بالنسبة للتمارين الرياضية فهو غادي يبدأ إن شاء الله بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع بعد العملية إن شاء الله. فالحالة ديال محسن تولي صحة جيدة، سيت اون ابانديسيت بانال سامبل ريان دو غراف، وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل، وكنتمنوا الشفاء العاجل لجميع مرضانا، وكذلك وكنتمنى ان شاء الله بعد اذن الله سبحانه وتعالى هذا الوباء اللي كيكتسح العالم ككل. فلذلك كنشد جميع الاخوان يعني بالنسبه للزيارات يعني يحترموا لك الحجر الصحي. فاللي بغى يتصل بغى يتصل عبر الهاتف ولا عبر الواتساب ولا عبر السكايب اكسترا ولا بر فيديو فيزيون باش يتذكر معاه ويتأمن عليه الحالة الصحية ديالو. أما هو الحالة الصحية ديالو فهو في حالة جيدة. وشكرا للجمهور الكريم، وشكرا للسي حمد طلال على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا.